رجعت معكم مشاهدينا اليوم رندا معي بإيت رايت وبدأت تحضر لنا شيء طيب أنا بعد ما عرفت شو هو هذا الشيء ولكن قبل رندا صباح الخير صباح النور أول شيء خلينا نذكر بمسابقة الأسبوع الماضي أكيد الأسبوع الماضي كان عندنا مسابقة عم نقارن فيها الطحينة والسمسم وأي في أقل بوتاسيوم والجواب هو أي في أقل بوتاسيوم السمسم أو الطحينة أو الطحينة أنا بقول مثل بعض ما بعرف لا هو إجمالا واحد يفكر إنه الطحينة فيها أكثر بوتاسيوم ولكن الجواب هو الطحينة فيها أقل بوتاسيوم أقل بوتاسيوم ليه فيها أقل بوتاسيوم؟ هلا بده يكون البوتاسيوم وقت يكون عم نعمل له بروسيسنج عم يخف أز وي بروسيس لنعمل نسمسم لنكون عم نعمل طحينة طيب نوصل على نتيجة الطحينة بتخف البوتاسيوم فهون كان في كثير يعني كانت شوي تريكي هذا السؤال وأكيد كان عندنا رابحة رابحة اسمها سابين وهبه ومثل العاده تينا سابين فيها تتصل بمطابخ بيري لايت لتكون عم يوصل للمأكولات اللي هن من عند بيري لايت على يومين كاملين لعندها على البيت او على الاوفيس. في عندنا سؤال جديد مظبوط سؤالنا الجديد اللي نحن اوريدي بلشنا حاطينه واطلقناه هو مقارنه بين الكوسه والباذنجان فاي في الياف اكثر الكوسه المطبوخه او الباذنجان المطبوخ؟ انا حاطه كلمه زوكيني اللي هي كوسه ومثل ما هلا عم بتشوفوا على الشاشه التي في المسابقه محطوطه هون بتكون تبلشوا من هلا اوريدي بلش يكون عندنا اشخاص عم بيجاوبوا على السؤال ونحن ثالث جاي اكيد رح نعلن الرابح فيكم تبلشوا من اليوم تحطوا اجوبتكم على الام تي في اللايف فيسبوك بيج لاسبوع الجاي لكن اي في الياف اكثر الكوسه ولا الباذنجان المطبوخ حلو هالسؤال رح نشوف واكيد دائما بنعرف جواب بنكون عم نتعلم اشياء منه عندي خبريه يلا قبل ما نبلش شو خبريتي خبريتي هي على طعم السكر دينا طعم السكر بتعرفي نحن كلنا بنحاول نتحاشى السكاكر لانه السكر شغله مؤذيه ولكن في اشخاص بيقولوا لك عندهم شغف بالسكر يعني انا من خلال شغلي بلاقي في ناس بيقولوا لي انه رندا ما فينا يعني شو ما عملتي بدنا ناكل حلو وفي اشخاص بيقولوا لي بميل على المالح هلا بدراسه جديده بيّن انه جينيا الاشخاص اللي هن ما بيستطعموا الطعم الحلو يعني بدهم ياكلوا حلو اكثر يعني بقول لك باكل ملعقتين ثلاثه عسل ما بيصير لي شيء ليكتفوا ليكتفوا هول اشخاص بيبقى جينيا طريق اللي هو بخليهم يستدوقوا الحلو هي طريق مختلفه عن اشخاص ثانيين دغري بحسوا حالهم حلي قلبهم يعني هيدي خلقه هيك 100% وهي لان عرفت انه خلقه هيك انعملت دراسه على اشخاص كثير كثار لكن غلط لما نقول انه السكر انه طعمه نكسبها او متعود عليها هي متعود عليها بس قديش انت بتحسيها قويه هيدا في باث معين تبين انه الاشخاص اللي هن توم من نفس البويضه كان عندهم نفس الباث بنسبه اكثر من 30% والتوأم اللي كانوا من بويضات مختلفه كان عندهم نسبه اقل والاشخاص اللي هن ما قالهم عليه بعض كانت النسبه اقل من هيك ونفس الشيء تينا المحلل الاصطناعي تبين انه بالمحلل الاصطناعي كمان نفس الشيء هيدا الطريق اللي بياخذه على الدماغ ليقولنا انه نحن حسينا بهالطعم اللي هي كثير قويه طريق مختلفه بين شخص والثاني، فإذا هون هالدراسة هي عم تاخذ الأشخاص كإندفجوالز، كل شخص مختلف عن الثاني، قديش هو بيقدر يستطعم بطعمة الحلو، لنكون نحن عم نقدر نتعامل معه بطريقة نكون عم نساعده إنه بحاجة لحلو بدنا نعطي حلو بس بدنا نكون عم نلعب التريك نحن كدايتيشنز والمصانع اللي هي عم تصنع مأكولات بطريقة تحط فيها شيء ليكون عم يساعد هول الأشخاص عم يكسبوا طعم الحلو بدون ما يأذون هالشيء. حلو. رح ننتقل لوصفتنا اليوم اكيد وصفتنا على طريقه رندا عم نحكي وصفه صحيه هون 100% سلطه مزبوط اليوم عندنا السلطه اللي هي البني البراون بني محطوط فيها التوفو ومحطوط فيها اكيد الجرين بين هو المسيطر هون على الوضع او اللوبيا اللي هي اللوبيا الخضراء الرفيعه هلا تينا رح بلش حضر انا وبعدين اعمل احكي شوي عن الخصائص اللي نحن عم نشتغلها هون فاول شيء كثير هينه هيدي الطبخه انا حاطه 2 كوب من الخس بس حتى اكون عم زين في او عم حطهم ككعب حتى اكون عم خفف الوحدات الحراريه يعني ساعتها هون هالسلطه في واحد ياخذ نصها بدل ما ياخذها كلها وحس انه في كميه كثير كبيره
وبكون داخلها خضار بس بيكون داخلها زياده خضار. نعم. هلا عندنا هون اللوبيا الخضراء اللي عم نحكي عنها، عندنا كوبين من اللوبيا الخضراء نحن رح نحطهم هون، بيكون سلقناها. اللي نحن بدنا نعمله تينا فينا نسلقها هيدي حتى تضلها شوي الدنت هيك بتقرش شوي اللي هي بتكون اطيب. فاذا كوبين منا هيدي اللوبيا الخضراء، وعندنا كوب واحد من البن اللي هي براون. دائما بنصح بالبراون، طعمتها طيبه، انا بحسها اطيب من العادي. يعني هيدي سمراء يعني قمحه كامله، مزبوط الحبه الكامله 100%. فهي عم تفيدنا من ميله، ومن ميله طعمتها كثير طيبه، الصغار والكبار بحبوها. اذا بعدكم ما جربتوها انا بنصحكم بالقليله لولادكم تبلشوا بهيدي الشغله، لانه ما رح يحسوا طعمه مختلفه او طعمه حلو. والولاد بحبوا الباستا بالاجمال 100%، بنكون عم نعمل لهم اياها، مش عم نعلي الجلايسيميك اندكس بالجسم. هلا من هون نحن جبنا التوفو. التوفو اليوم انا مش عملت له شيء غير خبرينا شوي عن التوفو. هلا التوفو هل هو بروسيست هل هو مش بروسيست؟ شو هو التوفو؟ اوكي، توفو جاي من الصويا. هذه الصويا هي معموله صويا ومي، انعملوا حليب. نعم. بعدين الحليب رجع نحط له ماده حتى هو يفصل عنه، مثل ما بنعمل الجبنه عادي بينفصل عنه المي، بيبقى الكيرت تحت. نعم. اللي هي بتنعمل الصويا. فاذا نحن اذا بنقرا على انجريدينت الصويا اللي نحن بدنا نشتريها، هيدي جبنه معموله من حليب الصويا او من نبته الصويا لارجع للاساس. أوكي. انا ما كثير في اقول عنها كثير مصنعه، لانه فينا نقول انه جبنه نباتيه، جبنه نباتيه وما كثير مصنعه، ما بدي العالم تخاف منها. اذا بتقروا الانجريدينتس ما رح تقري كثير، رح تقري الصويا، رح تقري المي والماده اللي هي جمدتها. هلا من ناحيتين العالم كثير عم تخاف اذا كانت جينيتيكلي موديفايد اما لا، هل هي معدله جينيا؟ والجواب هون انه في منهم اكيد معدله جينيا، وهيدا الشيء في عالم عم تخاف تكون عم تاخده، ما بنعرف نتيجه بعد ما وصلنا شو نتيجه. فاذا نحن هون شو الحل؟ الحل انه وقت انا اشتري الصويا توفو كون عم بقرا نون جينيتيكلي موديفايد. اوكي، بس بقراها على العلبه وبشتريها. نعم. فهون عندنا هيدي شقفه اللي هي 60 جرام من التوفو. هلا التوفو هي كثير سوفت تينا، مش كثير اوقات واحد بيقبلها كطعمه. انا اللي عم بعمله هو دائما عم حمصها، فهيدي توفو محمصه. هلا عندي كثير طرقات حتى طرق حتى نشتغل فيها بالتوفو. اوقات فينا نعمل ملعقه زيت، ندق ثوم ونحط حامض وننقع التوفو، نحمصها وننقعهم فوقها. أوكي. فبصير اعطي هالطعمه. اوقات فينا نحط صويا صوص ونحط اوريجانو كمان تعطي طعمه. فالاشخاص اللي بيقولوا لي ما كثير عم يكون في طعمه للتوفو، فينا نحضرها بكذا طريقه. بكذا طريقه اكيد، حتى انا حتى لون مش بس لون اللون الاحمر حتى تذوب، بس كمان بدي اعطي اللايكوبين، موانع التأثير الزياده للبندوره والفيتامين سي ليساعد على امتصاص الباقي من النيوتريينتس اللي نحن بدنا الجسم يمتصهم. فهول محطوطين سوا، بنرجع بنعيد. لكن عندنا اللوبيا الخضراء 2 كوب، كوب واحد من البن السمراء، عندنا 60 جرام من التوفو، نص كوب من البندوره الكرزيه، وهلا رح كون انا عم بخلطهم. هوني بعد ما حطينا صوص، بعد ما حطينا صوص، هلا الصوص بدنا نرجع نحضره، بعد عندنا وقت نحضره تينا. يلا عظيم. لكن هولي رح نسكبهم هوني بطريقه بتشهي. عظيم. ناخذ هيدي. اوكي، هلا بدي زين، رح زينها هون نشيله بالدلويل. دائما الدل انا قصقصته لكون عم زين هيك اون توب اوف ات، بيطلع كثير طيب. بدي ارجع اعمل الصوص. هلا الصوص هون كيف بدي اكون عم بعملها؟ كثير هين. اول شغله بدي احط ثوم مثل ما قلنا ليعطيها نكهه. ثوم كمان تينا قديش هو عنده فوائد ليوطي الضغط، قديش مهم للقلب، قديش في موانع تاكسد، ولكن ثوم كمان بشبع. فانا دائما وقت اعمل اكله اللي هي لايت منيح احط فيها نقطه ثوم حتى تكون شوي عم تعطي طعمه وعم تعطي شبع. فهون عندنا فص ثوم كبير دقيناه. اوكي، رشه من الملح، رشه كبيره هي هيدي نص ملعقه، ورشه من البهار، بهار اسود، البهار الاسود. هلا حاطين هون ملعقه كبيره من الحامض. اوكي، ملعقه صغيره من الصويا صوص اللي بدون ملح، اوريدي حاطين ملح. نعم. ملعقتين كبار من النبيذ. فاذا هون حاطين لنا البيض شوي حتى تعطي طعمه اكثر.
حبيت شوي حط لها حلو. ففينا نكون عم نستعمل ربع ملعقة من السكر تينا أو شوي من المحلق الاصطناعي اللي ما بده يحط حلو زيادة، كمان بتقوي لها شوي نكهتها للصوص. أوكي. وأخيرا لا رح حط زيت زيتون لأنه لازم حط زيت زيتون، ما تخافي نحن بنحب زيت الزيتون لازم. فعندي ملعقتين صغار زيت زيتون رح حطهم هون. هيدي هي الصوص تبعولنا، أكيد رح تكون عم تنخفى. نحنا إذا بدنا ندق الثوم أكثر نكون عم ندقه أكثر، إذا مثل ما نحنا بنحب. فإذا هيدي هي الصوص اللي عنا، كان فيها لمبيد ملعقتين كبار، كان فيها ملعقة صغيرة صوي صوص، كان فيها رشة ملح، كان فيها رشة بهار، كان فيها ملعقتين زيت صغار، ملعقة حامض كبيرة، وكان فيها الثوم أكيد فص ثوم كبير، وكان فيها نقطة نقطة أقل من ربع ملعقة من السكر. شو فوائد هالسلاد؟ هلأ كنا عم نحكي، فإذا انتينا حكينا عن فوائد على التوفو. والتوفو شغلة ما فيها كتير وحدات حرارية، هي شغلة بتحتوي على بروتينات كمية عالية، وهون هيدا النوع من البروتين فيكون للأشخاص النباتية اللي هن ما بياخدوا كتير بروتين، عم ناخد بروتين كامل. ولكن أنا شخص مني نباتي مني فيجن، بس أوقات بحب أكل توفو. طب تغيير شكل، مش دايما عم ناكل نفس الأكلات، فهون كمان فينا نغير طعمة طيبة، كمان شيء نباتي مش دايما متجهين للأشياء الحيوانية. من ناحية تانية بدي أحكي على الجرين بين أو اللوبيا. اللوبيا أول شيء بالكباية في بس 44 وحدة حرارية، فإذا هون نحن وقتها عم ناخد اللوبيا، في أشخاص بيقولوا لي اللوبيا ما فيها أبداً كالوريز، رح أقول لهم إنه لا، مش يعني اللوبيا باكل منها جاط، ولكن الكباية فيها 44 وحدة حرارية منها كتير كبيرة. وبتكون تنتبهوا إنه اللوبيا اللي فيها حبوب هي أكيد فيها وحدات حرارية أكثر، فهون نحن عم نحكي على اللوبيا الرفيعة. من ناحية تانية عم نحكي الفوائد نفسها؟ على الفوائد نفسها، بس كل ما كانت لونها أخضر أغمى، كل ما هون عم تاخذي فوائد من اللون الأخضر اللي هو الفيتامين إي أكثر، اللي هو فيه مغنيسيوم عندنا هون. عادة الرفيعة أغمق من العريضة 100%. فإذا الفيتامين A والمغنيسيوم شو عمل هون؟ أول عظام. صار عندنا بهالسلاد شيء عم يعطينا بروتين، شيء عم يقوي العظام، هول شغلتين نحن دائما بنطمح لهم. أكيد. بنفس الوقت تينا لازم يكون في نشويات، فنحن اللوبيا دخلنا فيها نشويات؟ فيها نشويات ولكن كمية منها كثير كبيرة. التوفو فيها نشويات كمان، مش واحد بده يفكرها بروتين لحاله، هون مجموع نشا مع البروتين، وزدنا بها النشا بهالكوب من البني اللي نحن بنحطه، منه طيبتها أكثر، منه شبعت أكثر، يعني حسيتي بدك تحطي شيء ليكون عم بشبع. دائما بالنسبة للنشويات كوب البني أو كوب الباستا هو بيحتوي حصتين من النشويات، يعني في أنا ما كون عم حطه هون آخذ حصتين يمكن براس بطاطا كبير، يمكن ما كون عم حطه حط كوب من الكينوا. فإذا هون كمان بدي أذكر إنه الكينوا صحيح فيها بروتين كامل، ولكن هي نحن بنعدها من النشويات. فإذا في غير حيا لأنه لكون عم حطه هون لتكون غذاء كامل. تينا إذا بتطلعي بهيدا الصحن، هيدا صحن كامل، يعني السؤال هو هل في أنا أتغدى هيدا الصحن ويعطيني غذاء كامل؟ أنا بالنسبة لك يعني كمية كبيرة هاي 100% 100%. ففي واحد شو فيها وحدات حرارية؟ تقريبا بهيدا الصحن في شيء 380 وحدة حرارية. عظيم. 380 هو غدا لشخص عم يعمل ريجيم بوحدات حرارية قليلة. فيكون غدا، و380 هو عشاء لإنسان عادي. بيكون كثير منيح. ففي ناس ناخذ اتصال قبل ما يخلص وقتنا. الو الو بونجور، صباح الخير، تفضلي شو سؤالك مدام؟ بليز بدي اسأل رندا إذا نعم. ايه تفضلي تفضلي. ايه إذا كل الأجبان الصفرة معدلة جينيا ولا بس الموتزاريلا؟ نعم ميسي لهالسؤال، معدلة جينيا ولا لا الأجبان الصفرة؟ لا لا لا، الأجبان الصفرة ما فينا نقول إنها معدلة جينيا، جبنة صفرة هي جبنة صفرة للأشقوين، جبنة صفرة اللي عم ناخذها نحن من مزارعنا من هون. لا نحن يمكن قصدها مدام إنه مكررة أو بروسيست تشيز. يمكن بروسيست تينا هي خبرية كثير طويلة. الفاكت إنه منا حليب تحولت لجبنة، في واحد يقول لها بروسيست، بس البروسيسينج مثل ما
اليوم ذكرت اذا كثير نزيد لكلمات ما عم نفهمهم من زادين وانجريدينتس ما عم نفهمها هون بدنا نخاف منها. فاذا معدل جينيا يعني حاملين الجين الدي ان اي تبعوا الخليه اللي موجوده بقلب النبته وهذا اجمالا الاشياء المعدله جينيا هن بيبقوا اشياء من النبات جايين منهم الاشياء الحيوانيه. ثانك يو رندا لهالمعلومات ولهالوصفه الكثير حلوه قليله السعرات الحراريه. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومنكفي الايف.